اصعب حد من اللعيبه خد منك وقت وفرهضك في ان انت تعمل بورتريه حلو ليه؟ اصعب حد كان كابتن معلول. اشمعنى؟ الدقن كتير والتفاصيل كتير فيه بصراحه. وكابتن الشناوي هو اكيد كابتن حسين الشحات بقى طالما كده طالما اتكلم على الدقن. لا كابتن الشناوي مفيش دقن بس الصوره نفسها فيها تفاصيل كتيره جدا ما لحقتش كنت شغال عليها بس ما لحقتش ان انا اخلصها. ففي تفاصيل كتير جدا يعني. هو في وجوه بتبقى اسهل بالزبط. من وجوه تانية؟ هي على حسب هي على حسب الصوره نفسها يعني ممكن صوره ما تتعبنيش في الشغل وممكن صوره يمكن مثلا كابتن قفشه كان سهل جدا ان انا اعمله. ففي لعيبه بتبقى الوش نفسه ممكن صعب شويه وفي لعيبه تانية ممكن الوش يكون عادي خالص يعني. حلو قوي. طب مين من مدربين الاهلي اللي عدوا يعني اكتر حد انت ممكن تبدا بيه حابب ان انت تبدا تعمله؟ اكيد موسيماني طبعا. موسيماني. طب حلو جدا ان شاء الله. حلو جدا دي اجابه كويسه عشان هو الحالي يعني. هو عشان الحالي ومحتاج طبعا ان انا اقابل الفريق كله. انت ما قابلتش اي حد من الفريق لحد دلوقتي خالص؟ لا مسهل بقى. لا بس والله لا انا يعني بسيطه والله يعني ان شاء الله خير. حاجه ان شاء الله تحصل قريب كمان باذن الله. نتمنى جدا. والله نسر الاهلي خد منك وقت قد ايه؟ كان تقريبا اسبوعين او ثلاثه في الحدود دي بس طبعا متقطعين يعني. اسبوعين ثلاثه دي مده على فكره مش طويله يعني. هو ممكن تكون طويله مثلا لو الحاجه هتزهقني شويه خصوصا الاركت محتاج صبر كبير جدا يعني. انا كنت اشتغلت في مسجد المسجد ده اخذ مني 40 يوم ال 40 بقى يوم في حاجه تتكسر في حاجه تبوظ فكان محتاج صبر شديد بس فرحتي بعد ما خلصت المجسم ده كانت ما تتوصفش بصراحه يعني.